السلام عليكم. سعد الزيري في مراكش. صح رمضانكم. وبغيت نشوف راكونت اون تيت هيستوار اللي وقع لي واحد المشكل اللي وقع لي واحد 15 جور اون اغيير ونعطيكم المشكل ولا سوليسيون باش هكذاك تعرفوا بلي هنا في المغرب vous avez rien à craindre les étrangers ou les commerçants ou la يا كان جور جيت انا للمغرب هكذا جيت نوقف على المحل ديالي عند كومبلكس سبورتيف وبديت نوقف باش نشوف لا كاليتي ولا هي باقيه هي كونت جو سو با لا او با ولقيت واحد انا بوني جا داخل لا صال دو فيتنس وقال لي راسي خصك كونترولي. قلت له السلام عليكم خويا لاباس عليك صافا هنا كلشي لاباس. قال لي وي. قلت له لا خليك عطيني لا كارت ديالك. خرج لا كارت الصويره ديالو بالتابع ديال لا سوسيتي وضربتها في السيستم هكذاك وما طلعتليش الاسم ديالو. قلت له لا خليك عندك الكونطرا ولا. قال لي واه عندي الكونطرا. جاب لي الكونطرا هذاك ديالي هذاك ولقينا هذاك الكونطرا لا سيري ديالها ما كانش في الحساب ديالي انا. نيت نطلع لونكيت هذاك لقيت 500 لي زابونمون مبيوعين وفلوس ما تخرجش في لاكاس. و جا واحد الدري بالعشاء قال لي لا نسولك شي سعيد هذاك راك ضغوط عليك لي زابونمون اللي ما داخلينش هذاك وما فراسكش. قلت له كيف فراسي انا نكون فراسي نغوط هنايا. قال لي انا ما قال على حسب لا كاس ديالك اون اسبيس لا كاس اون نوار. قلت له كاين كاس اون نوار هنايا كاين كاس اون نوار. قال لي ماشي قالنا الريسبونسابل عندك كاس اون نوار بغيت تجمع فلوس وكلشي يصيفطهم لك فرنسا. قلت له ما ابدا. قلت له ما كاينش هذيك لا كاس اون نوار صافي. ملي قال لك الاخر قلبت على لورديناتور ديال الريسبونسابل داك قلبت على لورديناتور ديالو خلى لا بواط ميل ديالو لقينا قلت لي ميل اللي كانوا يصيفطهم لي شيفر جورنالي كان يصيفطهم وانا كنت كومباريهم مع لي شيفر اللي كان هو يصيفط لو ريسبونسابل لو ديريكتور اللي كان يصيفطهم لي. وتلقى باغ اكزومبل ان جور 22000 درهم ناقص من الحساب ديالي وبع 22 زابونمون طيح لي الثمن ديال لي زابونمون كثر عليهم وفلوس ما كنش نشوفهم انايا. وكان يزيد يدير لي زيفينمون في لا سال دو مارياج. سال دو مارياج ديال لا مارياج ديال 34000 درهم لو 11 مارس مثلا و ريال ما شتوش. وفي الحساب هذا كندير الحساب مع الماكله تريتور كلشي كان زوج ملايين ديال الفايده. وقال لك ما شديتهمش مع الاول انا ما خلصونيش بعدا قال لك ما شديتهمش بعدا كي تحصل قال لك شديتهم صح خسرتهم ما ربحتش. هادشي اللي كان يبقى غير يكذب ويحلف وكلشي بقى فيها الحل بزاف باسكو هذاك السيد هذا عطيت له لا كونفيونس ديالي 100% عطيت له السيرو ديال الدار عطيت له السيرو ديال المحل عطيت له لي بروكوراسيون وكاع كان على المحل على الديور على الطوموبيلات وكلشي. بقى المشكل هذاك واحد 12 15 24 اور هكذاك بقيت نشكي في الناس كاع جي كومونس ا افوار دي دوت ما كنتش مرتاح. حتى جاوني الدراري قال لك سي سعيد حنا رانا معاك حنا خدمنا وما فراسك ما كاش خلصنا بشهرين. قلت له انا ما كاين ما يمكنش انا نشوفوا الحساب ديالي انا خلص كل شهر كان الحساب ديالي ناقصين ديال لي سالير وكلشي. هو يقول لك لا ما تخلصش السالير هذاك نقص لي 15 جور باسكو دار لي ميزابي
وهنا هنا تروننا كاع صافي العرق ديال الخدامين جاوا لي كلشي وما ما رديتش ما جي با اكسبتي انا الدراري هذوك هنا الخدامين وما عندهمش دي غروس سالير صراحه سي با دي غروس سالير عندهم وكيما تخلصوا الشهرين ما يمكنش فام دو ميناج ما خلص الشهرين عندك كريدي ما يمكنش سي با وهنا زيرتو هذاك ووقفوا معايا دراري وجاو ثاني دي زونسيان كليون ولا دي زامي دي زامي اللي سمعوا جاو ليا قال لك واش بغيت دير قلت له انا بغيت نتبعوا المحكمه ومسا جو كوني ريان هنا في المغرب جو كوني با فرنسا قول لك فين ندير كان جو كوني دي زافوكا هنا ما نعرف لا محامي لا فين جاي الولايه فين جاي الكوميسار فين او داوني بالموتور ديالو كلشي قال لك راه راح دير البلانط هكذاك بالعربيه وانا ما نكتبش العربيه وما نقراهاش داروها لي سجلوها لي رحنا عند لاسيستون دو بروكور جوا سجلوها لنا مادا رحت لا بلانط رحت للولايه من الولايه عيطوا لينا ils ont très très bien reçu ils ont pris le temps nous nhar complet bich détail par détail bich ismaouna ana w drari w zadou rahou rjou drari ils ont fait un travail wallah je sais pas comment dire et ça a été très rapide après le mardi suivant rahna wqfna le mahkama et l'assistant du procureur du roi a décidé de le présenter à un juge d'instruction au juge d'instruction à l'hasab les éléments les hanan les hatanalom il y a un dossier de 40 pas de 40 cm avec à peu près hein. 40 cm avec mal les contrats des abonnements mal les chiffres dial les salaires mal les attestations dial couché les relevés de compte les preuves les trèfles sur le compte dialo match avec le juge d'instruction a décidé de le mettre en mandat de dépôt c'est ma mazem hakmech ali la justice ça sera en attendant l'enquête elle va se poursuivre bich voilà. Au Saraha, beaucoup de gens sont venus me rassurer. Au début, j'avais un peu peur de la procédure adic. On a pris ça fait un mois et demi dans le Maghreb. Alhamdoulillah, en tout cas, j'ai trouvé un peuple solidaire où les gens aiment le Hagra, les gens aiment le Shfara. Et ça m'a fait super plaisir parce que ماشي زعما ما شاء الله ديال 1% يبا صالير كاع لو رويوم ولا هذوك اللي شفار هنا يقدر يشفر لفرنسا ولا يقدر يشفر 150 مليون في 2021 حتى دابا ما هضرناش على 2019 و 2020 مازال باقي حتى قلبو سافي تري ديفيسيل بصح ان شاء الله ربي معنا وغا تخوفي دي بخون ان شاء الله. شوف اي واحد اللي عنده مشكل هنا عندهم لي زوتوريتي هنا في المغرب تري 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 كومبيتونت ils sont très compétents ou mais bien les chiens dans le mac ou je crois les sacs bizarres faut coucher ça derrière de tout derrière de tout même l'assistant du procureur du roi tel galera chez le coucher ça toutes les affaires elles sont tac tac tout de suite comme ça c'est pas on a fait en plus on a fait une période à l'heure de ramadan au coucher là ils sont franchement ils m'ont rassuré là mais contre quand وتبقى اللي يبون يتعطلوا عليا باسكو شو انا اترانجي باسكو انا براني جيت من فرنسا دير كلشي والله جي ران كومبري فرنسا ما كان يديروا لي شاكداك جيتي سوربري كونتون باسكو هكداك لي انفستيسور ولا لي اترانج هكداك سي لا بروف كو اون اي لي بيان فينو هنا و كون اي كون يحافظوا علينا هادشي اللي قلت لكم لا بروميير فوا و سي با في الخير ميم في كونت لي مشكل راهم معنا ثاني. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.